ما في دقيقة. عبد الرحمن يا عبد الرحمن أنا أبو داحم. أنا أبو داحم. عندي أبو داحم خلاص. أبو داحم. يا مرحبا. تحية قلبي. هلا هلا. يلا يا عبد الرحمن العواد. نبدأ حنا الحين مع المشرفين، أبدأ مع محمد آل دنعة. أخيرا. تفضل. يا هلا والله. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. ساك طيب. الحمد لله. كم عمرك يا عبد الرحمن؟ 12 سنة. طيب ايش مهاراتك اللي تجيدها تحبها؟ احب التمثيل، قد مثلت اكثر من مره، واحب كرة القدم، سباحة. حلو، وين مثلت؟ قد مثلت في بنك الرياض، وقد مثلت في اكثر موقع. اكثر ما شاء الله. معي خلاص ترى معك، انا ممثل ومغني و ايش اسمه، اركض افر كذا، واحد اثنين ثلاثة معي خلاص. لا تكثر معي صح يا ابو داحم؟ خلنا نشوف. هاي هاي والله هاي خلاص عطوني خلاص. اسمك بصوت عالي. عبد الرحمن وليد العواد. ونعم يا عبد الرحمن. ما عليك صوت. ايش مواهبك يا عبد الرحمن؟ التمثيل وكرة القدم والسباحة وركوب الخيل. ما شاء الله. والدراجة. والدراجة. ايه. عندك شعر؟ عندك إلقاء؟ ايه؟ ولا هذه تطغى أكثر المواهب هذه؟ ما لها شف. هذه المواهب هذه أكثر. الله يوفقك. وما لها شف، الدعم ما لها شف. يلا يا فيصل شوف فيصل. عبد الرحمن أنا أحس انك تنفجر البرنامج انفجار مو طبيعي، تقدم شيء قوي. السباحه تقول سباح انت؟ ايه. ومهارات قويه يعني مو ترى. انا معي برونزيه في السباح بس ما في مسبح في القناه. بس ما في مسبح، بس يمكن تعلم مهارات جديده غير السباحه. بنحط لكم بركه ونطلع لنا، يمكن تطلع ملقي، تطلع شاعر، تطلع عندك ست مواهب غير الثلاث الاولى ان شاء الله. ركز. يعطيك العافيه. يلا عمر. يا هلا يا هلا يا عبد الرحمن. بسم الله ما شاء الله، واثق في نفسه. اي ما شاء الله. والولد يملك كاريزما وعنده اعمال كثيره، وهذا شيء ما شاء الله تبارك الله. صلى الله العظيم ان الله يوفقك يا شباب. شوفوا جالس يبيع ترى عمر الاسلوب. الله يوفقك. الله يوفقك عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن هنا. عبد الرحمن حبيب. محمد ومين وفيصل، تختار مين يا عبد الرحمن؟ طيب انا ما قلت محمد وفيصل. انت ما قلت شيء. محمد أوه معلش محمد. والله والله غيرت. والله ما تغير. تو واحد اختارك. هو نسى. تفضل معلش. يلا يا محمد تفضل. خلاص ما عدينا. لا والله تقول يلا. تستاهل. يستاهل عبد الرحمن. يستاهل عبد الرحمن. الحمد لله. تصير بخير؟ الحمد لله. مثل تقول؟ ايه. جعل ربي يوفقك. ماش بالله عليك. محمد ومحمد جالسين جنب بعض، يا اخي المفروض ان نخلي واحد هنا محمد وهنا واحد بعد. يعطيك العافية. طيب عبد الرحمن مع مين؟ فيصل ومحمد. محمد هنا. تمثيل. يلا دقيقة. تختار مين؟ ابى اسألك سؤال. تفضل. الحين لو اخترت معك، ايش الأشياء اللي ممكن تسويها بحيث ان نقدر نفوز في البرنامج؟ ان شاء الله باذن الله بتكتسب اشياء كثيره. احنا بنعيش ست ساعات مع بعض، بنسوي اشياء غير المواهب اللي عندك، بنملى الهواء بشيء فظيع باذن الله. حلو. محمد الدنع يلا. لو جيت معي طول عمر السلامه بنلعب، بننبسط، بنفوز بالمركز الاول، بنجمعها كلها، بنمثل معكم، ممثل واخويك اللي اخترته انا ممثل بعد، فبنكمل مع بعض. وين جاي تنوع؟ كيف تختار محمد ولا فيصل؟ متنوع عشان تاخذ الاول. محمد ولا فيصل؟ فيصل ولا محمد؟ الله ما ادري. ما في بسرعة قرر. ترى ما عنده لعب، فكك الوضع هناك. لا تستحي. شوف انا احب الفله. ايه ابشر بالفله. لا الفله ابشر. ها وش تقول؟ احب الفله. هو ما عندي موجود. تبغانا نلعب كوره يا ولد؟ نلعب جاكار واي شيء. ها فر بالسياكل. محمد ولا فيصل؟ الفلة موجودة والمركز الأول موجود. أي واحد؟ محمد. محمد وفيصل. أخي توتر والله. ما في مشكلة ابن الحلال، توكل على الله. اختار عبد الرحمن معايد، الأمور زينة، كلنا أخوان في البرنامج. يلا يا ابوي. يلا عبد الرحمن انتظروك. يمين باقي يمين. ايش؟ تصدق يلا خلاص. فيصل. 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 محمد. محمد. تعال يا أخوي محمد. حبيبي. لا 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 لا